اول صفه هنعمله النهارده من الكفتات بتاعت النهارده هي كفته بالبطاطس. عادي انا مثلا هعمل كيلو من اللحمه، سلقت نصها، خدت النص الثاني، هعمل بيه طبق محترم من الكفته. تعرفين النص الثاني ده يعني كام قطعه لحمه؟ اربع قطع او خمسه بالكتير. طب ما انا بقى الخمس قطع دول لا، انا هعمل بيهم طبق ياكل منه خمس افراد بدل ما ياكل منه فردين بس، تمام؟ فانا عملتها ازاي دي بقى؟ بصوا، جايبه هنا نص كيلو اللحمه، عليه نص كيلو من البطاطس، عليه بيضه او اتنين حسب ما هنعجن، عليه بصلايه كبيره اللي هي حوالي قولي ربع كيلو كده، حوالي ربع كيلو، تمام؟ بصل ربع كيلو بصل كده. شوفي مثلا لو البصل سته يبقى تاخدي واحده ونص كده. معلقه بيكنج باودر عشان ما تكشش معانا وتبقى ناشفه ومابقاش مكتومه. معايا قرفه وجنزبيل، شويه بهارات لحمه، وملح وفلفل. انا كده ببشر الايه الحبيتين بطاطس. انا باخد حبتين بطاطس كلهم، انا عايزه اعمل لكم كميه محترمه. ابقى انا كده كده مثلا هاكل كيلو اللحمه في اليوم مثلا، يعني ابقى اكلته بايه؟ بطريقتين، اسم نوعت واسم كمان مليت العين. ماشي، انا كده ايه اهو بشرت البصل. هناخد بقى البطاطس اهو، عليها البصلايه الحلوه الكبيره، مش هاخدها كلها، دي اكتر، دي حوالي نص كيلو بصل، انا هاخد ربع كيلو بصل اهم، تمام؟ احطها على الايه؟ على البطاطس وشويه ملح. وشوية فلفل. ماشي معايا اهو، هنقلبها بس كده وسيبيها شوية. هنا ايه؟ البصل مع البطاطس، تمام؟ هناخد هنا اللحمة بتاعتنا، هنحط عليها بيكنج باودر معلقه كبيره كده على النص كده عشان عندي حاجات كتير اتحط عليها، جنزبيل، قرفه، بهارات. لو انا مش حاطه هنا ملح وفلفل كفايه هظبط هنا شويه ملح وفلفل برده، وهتنسوا البيكنج باودر، فلفل، معاهم بيضايه. بص وضيع وقت ليه؟ عشان ده يلحق ان هو الملح والفلفل مع البطاطس والبصل يخش كله جوه بعضه، تمام كده؟ وهنا اللحمه يعني عملت فيها وركنتها، بعمل اي حاجه بقى، ببدا ان انا اعمل اللحمه زي ما انا عملتها كده بالبهارات والبطاطس والبيكنج باودر، ما تنسيش البيكنج باودر، معلقه كبيره على نص كيلو. انا جبت هنا نص كيلو من اللحمه، عليه نص كيلو من البطاطس، عليه ربع كيلو من البصل، وملح وفلفل، قرفة، جنزبيل، بهارات، وكمان ايه؟ وكمان البيكنج باودر معلقة كبيرة. حلو؟ طيب تعالوا هنا بقى لدي، هنا في بضاية، هنا مفيش حاجة خالص غير البصلة المبشورة، بصلة مبشورة كبيرة كده حوالي ربع كيلو، وبطاطستين مبشورين وملح وفلفل. ده اللي فين؟ ده اللي هنا. انا بشرت البطاطستين وبشري فيهم البصلاية والملح والفلفل وسيبيهم شوية زي ما شفتي عملت كده. تعالوا دلوقتي بقى كده هنمسك ايه؟ نعصر جيد جدا. نعصر ايه؟ جيد جدا. هنعجن بقى ده كله على بعضه. عشان اعجن بقى لو عايز تعمليها في كبه اعمليها في كبه، يعني لو عايز تعمليها في الكبه تضربيهم كلهم مع بعض اضربيهم، بس انا عايزه اضيف لك هنا بس ايه حاجه كده
علشان اللي مش هيعرف يعصر حلو، انا ممكن كده اكونش عصرت حلو على فكره برضو قوي، يعني بطلع ميه قد ايه، ميه بصل وبطاطس، احط احتياطي معلقه من البقسماط الناعم او معلقتين. انت سخنت قوي كده ليه؟ احتياطي كده عشان لو في ميه في البطاطس والبصل تشربها، معلقتين كبار كده. تمام، نعجن بقى حلو قوي كده. ونبدا نحمرها بس، ولا حاجه، لذيذه جدا. طب انا عايزه ادخلها الفرن، دخليها الفرن، هتدهنيها شويه زيت وتدخليها الفرن. لو انت عملتيها بالكبه مش هتبان خالص البطاطس خالص. انا بقى بحبها فيها تديها قرمشه، يعني عملتها بايديا عشان هتبان شويه تديها قرمشه. طب انا مش عايزاها تبان، انا عايزاهم يفتكروها كده هي كده كلها لحمه كبه. نقسم كده، نروح حاطين مثلا حته في الكبه تطلع لك بقى ما فيهاش كل الكلام ده، مش باينه البطس خالص منها، بس هتعجبك كده قوي لان هي البطس بتديها قرمشه. بص بقى كده هنبدا ايه، نكور نشكل بقى زي ما احنا عايزين كده اهو، كفته ونقلي. عايزه تدخليها في الفرن دخليها في الفرن، بس دهنيها زيت من فوق ومن تحت. انا كده بحمر في الكفته اهو بتاعت البطاطس، بص بقى بتبقى جميله جدا، والبطاطس دي بتعمل شويه قرمشه تحفه. ماشي، انا بعمل بحمرها زي ما قلت لك، عايزه تدخليها الفرن دخليها الفرن، بس دهنيها زيت من فوق ومن تحت.